مشاهدينا أهلا بكم. مواصفات الطائرة الفرنسية رافال وإمكانياتها القتالية ومشاكلها وعيوبها. لقد بدأت رحلة تصنيع الطائرة الفرنسية رافال إثر خلاف نشأ بين من كل من المملكة المتحدة وفرنسا وما كان يسمى سابقاً بجمهورية ألمانيا الاتحادية أو ألمانيا الغربية حول برنامج مشترك يهدف إلى إنتاج طائرة مقاتلة أوروبية. أطلق في سنة 1983 فانسحبت ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا لإطلاق مشروعها الخاص في سنة 1985، فيما مضت فرنسا لإنجاز برنامجها الخاص بها والذي أطمر عن الطائرة المقاتلة رافال. نفذت طائرة رافال أولى طلعاتها الجوية في 4 يونيو من عام 1986 لتدخل بعد ذلك الخدمة العسكرية في سنة 2000، وهي طائرة مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع والخامس، صنعت من قبل شركة باسو أفييشن الفرنسية. مواصفات الطائرة رافال: يبلغ طول الطائرة الفرنسية رافال 15.27 متر، ويبلغ باع الجناحين أي المسافة بينهما 10.80 متر، وتبلغ مساحتهما 45.7 متر مربع، ويبلغ ارتفاعها 5.34 متر، ويبلغ وزنها بدون حمولة 10 أطنان، أما وزن الإقلاع الأقصى فيصل إلى 24 طناً، وتبلغ حمولتها القصوى الخارجية 9.5 أطنان، وتبلغ سرعتها القصوى في الارتفاعات العالية حيث تتجاوز 2000 كيلومتر في الساعة بقليل 1.8 مايل. وطائرة رافال مزودة بمحركين من نوع سنيكما M88-2 يعملان بالدفع الجاف بطاقة تبلغ 50.4 كيلو نيوتن لكل محرك، وهي قادرة على قطع أكثر من 3700 كيلومتر، وتبلغ قدرتها القصوى على الارتفاع 16800 متر بمعدل صعود قدره 350 متر في الثانية. تتحمل أجنحتها وزناً يبلغ 326 كيلوغرام لكل متر مربع. تسليح الطائرة: إن الطائرة الفرنسية رافال مزودة بمدفع رشاش من عيار 30 ملم GEIT-30/719B مع 125 طلقة، وفيها نموذجان لتعليق الدخائر أحدهما جوي والآخر بحري يمكن تزويدهما بحمولة تصل إلى 9.5 طن كما ذكرنا سابقا، وهي تحمل صواريخ ماج 2 وميكا 2 وAAM-9 وسايد وايندر، وجميعها صواريخ جو، كما تستطيع الطائرة التزود بصواريخ جو أرض من نوع إكزوس AASM وأباتشي من نوع MBDA أباتشي وسكال AG وGBU وGBU-12 فريفوي لي. وتحمل طائرة رافال على متنها رادارا من نوع RBE-2 قادرا على تعقب 40 طائرة في وقت واحد والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة. ويستطيع رادار الطائرة اكتشاف الطائرات التي تحلق تحتها أيضا، كما تمتلك الطائرة الفرنسية رافال أيضا نظام حرب إلكترونية من نوع سبكترا تال
ونظاما كهربصريا من نوع ساغام سلاش اوافسي للبحث الحراري وتتبع الاهداف، ما يجعلها تنافس اكثر المقاتلات الحربية المعروفة بقدرات المناورة وغزارة النيران والقدرة على الاشتباك والدقة في اصابة اهدافها. عيوب الطائرة رافال الفرنسي. لقد تحدث الإعلام الفرنسي بكل حرية حول موضوع هذه الطائرة أي الطائرة رافال، وانتقد المؤسسة العسكرية في باريس لعدم تقديمها للشعب الفرنسي تبريرات مقنعة شأن صعوبة التسويق رافال خارج الأراضي الفرنسية. وها هي القناة الفرنسية فرانس 24 تتساءل قبل أيام في تقرير إخباري لها عن الطائرة رافال، فتقول: لماذا أصبح من الصعب تسويق المقاتلات الفرنسية من طراز رافال في الأسواق العالمية رغم ما تملك هذه الطائرات من حداثة تكنولوجية ودقة؟ لماذا فرنسا هي البلد الوحيد الذي يملك هذه الطائرات الهجومية؟ رافال تحتوي على عديد من العيوب الكبيرة مثل الزيادة الكبيرة للبصمة الحرارية والناتجة من استخدام الضلاء من نوع رام المشتت لأشعة الرادار، بالإضافة إلى مشكلة الاهتزازات. وأيضا من بين عيوبها الارتفاع الجنوني لسعرها الحقيقي حيث يصل إلى أكثر من 100 مليون دولار وليس 60 مليون دولار كما يقال، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها. كل تلك العوامل وغيرها أدت إلى فشل تسويقها عالميا وأدت إلى انتقاد وزير الدفاع الفرنسي لرافال، بل إن سلاح الجو الفرنسي نفسه قام بتقليل أعداد الطائرات التي طلبها. والدليل الواضح على فشل رافال إن فرنسا هي من تقوم بتسويقها على طريقة البائع المتجول، لأنها تعلم أن الطائرة بها عيوب تقنية كبيرة وكذلك ارتفاع ثمنها، إضافة إلى وجود منافس لها مثل طائرات الأف الأمريكية وطائرات السخوي الروسية والطايفون الأوروبية. ولم تجد فرنسا من يشتري هذه الطائرات إلا عن طريق المقايضات السياسية، فاختارت الضحية الصغيرة مثل الإمارات والكويت، هي دول صغيرة بحاجة إلى دعم فرنسا السياسي، لتقرر تلك الدول الصغيرة الشراء وهي غير مقتنعة بكفاءة الطائرة، بل إنما هي طريقة فقط بل وسيلة لشراء مواقف سياسية من فرنسا مستقبلا. كما اشتهرت أيضا الصفقات الفرنسية لبيع الأسلحة لأن تسويقها لا يتم إلا عن طريق الرشاوى والفساد. إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو نرجو منك تعليقا ونشكرك للمشاهدة. شكرا لكم.